المستضار الكرام، عمتم صباحا وطابت اوقاتكم، ها هي قناتكم المحبوبه لدائما تواكب الحدث. الحدث نتاعنا اليوم احنا موجودين ببلديه عين كدس وين تنظيم هذه التظاهره الرياضيه، وبالخصوص للبراعم الشابه اللي حاضره من كل اطياف هذا الوطن العزيز. اليوم معنا احد اصناف هذه الدوره الا وهو معنا الاخ حمزه على ما يبدو لي. تفضل اخ حمزه. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوخداش حمزة، رئيس نادي مواهب دار البيضاء. كان لنا شرف كبير اليوم أننا متواجدين في الدورة هذه، دورة ما شاء الله تنظيم جيد في المستوى المطلوب. نشكروا نادي الشرطة ونشكروا نادي وادي الخير هكذا يا خير وادي الخير على التنظيم هذايا، بارك الله فيهم، نقول لهم تنظيم جيد. وحاجه ثانيه نشكروهم ثانيتك على حسن استقبال، بارك الله فيهم. شغل ما ناش بعاد على دار البيضاء، بارك الله فيك. انا اخ حمزه اسمح لي سؤال وجيه. تفضل خويا. لماذا يعني لكم مهتمين بهذه البراعم الصغيره؟ ما هو المغزى من ذلك؟ اول حاجه حنايا تكوين نكونوا لاعبين، ديما نكونوا لاعبين ان شاء الله نكونوهم. الحمد لله وفرنا لهم امكانيات، الحمد لله في دار البيضاء نونطرينيو، في ملعب الكونور نونطرينيو تما، وفرنا لهم امكانيات. عندنا شيوخه ما شاء الله ديبلومي يخدموا عندنا ان شاء الله ثانيتيك. حاجه قمه، ماشي زعما رانا شغل جايين واسم بريك والبط، لا الحمد لله عندنا ماتريال، عندنا واسمه فهمت، مهتمين باللباس تاعهم، مهتمين بالاوقات تاعهم، مهتمين بالغابوس وبالدراسه تاعهم. نكرموا ثانيتك اللي واسمه اللي عندهم معدلات مليح، ديما نكرموهم، يعني اللي جاب نتائج جيده ديما نكرموهم. تسمى ماشي غير في الدراسه، ماشي غير في كره القدم، تبعوهم حتى في الدراسه ونتبعوهم. هذه الميزه الخاصه بهذا النادي، أسسنا في سنة 2018. النادي حديث. أيوة السادة والسيدات، بعد ما تكلم عن الأستاذ الفاضل اللي هو أعطانا اللمحة الأولى وجيزة على هذه الرياضة، أن نتنقل إلى برعم آخر صغير. شكون منظمين؟ السلام عليكم. شكون منظمين هذه الدورة؟ شكون هذا اللي يهضر معنا؟ شكون اللي يتكلم معنا؟ أنت سموك؟ نوفل بلانكو. تفضل. نشكر هاد المنظمين تاع الدورة، نشكر الأساتذة تاوعي، نشكر شيوخة تاوعي شيخ حمزة شيخ مسعودي، وتحية المواهب. بارك الله فيك، بارك الله. واحدة أخرى تيزي عبد الرحيم. تفضل عبد الرحيم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أشكر كل من منظمي هذه الدورة، واشكر نادي الشرطه ونادي وادي الخير. والدوره جيده، ان شاء الله تكون روح رياضيه جيده، وان شاء الله ندوها وتحيي المواهب. ونشكر رئيس الجمعيه الشيخ حمزه، ونشكر المدرب تاعنا الشيخ مسعودي والشيخ سالم والشيخ توفيق، وتحيه المواهب. حمزه اعطينا كلمه اخيره. كلمه الاخيره نقول لكم مرحبا بكم في دار البيضاء ان شاء الله. الله ينورك والله يفتح لك ان شاء الله. باذن الله راح نورغانيزي تورنوا كبيره في دار البيضاء ان شاء الله، وماذا بيا نكونوا من الولايات كاع، من الغرب من الشرق من الولايات كاع ان شاء الله. شو بينا ان شاء الله، نرحبوا بكم. الله ينورك ان شاء الله. الله فيك. كانت هذه كلمه يعني قيمه من الاخ حمزه المدرب على والمشرف على هذا رئيس والمشرف على هذا النادي وعلى هذا يعني نجم نقول اكاديميه. دمتم في رعايه الله وحفظه. بارك الله فيكم. خير وبارك الله فيكم. الى الملتقى. صفقوا عليه قاعدتك. سادتي دائما احنا في موجودين بهذه الدوره الوطنيه للبراعم الشابه، وين تحصل شتى اللقاء هذا، يعني اللقاء شيق، كانت تمريرات ممتازه من طرف هذا الفريق اللي هو امامي الان الا وهو فريق السيده ومع الاخ المشرف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الاولى نشكركم اللي قدمتوا لنا الفرصه باش نتكلموا مع في هذا الاطار، ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا جمعيه قدماء لاعبين بلديه صياده، ياه هادو براعم تاع صياده. النتيجه كانت 2-0 لصالح فريق بلديه صياده. لصالح الفريق تاعك. والفريق تاعي الحمد لله يا ربي. كنت ناشط على الهامش انت والاخ. الحمد لله. الله ولادي داروا مباراه شابه، قاموا بالواجب.
المباراة الأولى كانت في صالحنا الحمد لله يا ربي، ما زلنا هذه المباراة الأولى لعبناها يا ما زلنا ثلاث مباريات إن شاء الله نحضروا لهم كما يبغي. إلا كنا لا لعبنا بهذه الأراش وبهذه الحرارة إن شاء الله ممكن نديروا نتيجة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. بعد ما تكلم معنا الأخ المشرف على هذا الفريق اللي هو فائز الآن بدون شك هو فائز الآن، نشوف اللي يعني اللي قام بتمريرها لبس بها وحصل على رمي الجزاء. تفضل. السلام عليكم، بكري ترميل بكري ترميل تفضل. شكرا مشرفين ولاعبين بلدية الدورة ببلدية سيادة سيادة لعبنا بحرارة وجهد بهذه يعني الانطباعات يا لوج يعني محتشمة لهذا المباراة مشاب لأول مرة هم يظهروا على الشاشة إن شاء الله، نتمنى لكم النجاح إن شاء الله في المزيد من المباريات المقبلة إن شاء الله. سيدتي أوانسي سادتي، بعد ما حضرنا لهذه التظاهرة الرياضية اللي كانت في المستوى وكانت جيدة جدا، الآن معي برعم صغير من أي فريق أنت يا ابني؟ من فريق ويأمكم مستغل مستغل مشعل يعني البلد المنظم. نعم. نجحتوا بضربة الجزاء. نعم. شو تقول للفريق تاعك والمعطيين تاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أقول الفريق الذي أنجحت معه في أن ضربة الترجيح. الآن يعني فزتوا وغادي تلعبوا يعني النهائي. نعم. أتمنى إن شاء الله تفوزوا بهذه المقابلة. نتنقل عند الفريق الذي إن شاء الله سينشط النهائي لهذه المراعم التي إن شاء الله ستقوم وتكون إن شاء الله روح رياضية عالية بالنسبة لهذه المراعم. كما أشكر مؤطري والإخوة اللي حاضرين على هذا الفريق، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وإلى اللقاء. كلمة أخيرة شو تقولنا؟ إن شاء الله ربي ندوها ونفرح الشيخ تاعنا الطاهر الشيخ مصر. الشيخ الطاهر بكا باباك والوالدة والأم والأب. نعم. بارك الله فيك بني بهذه الكلمة الطيبة وبهذه النشأة وهذه البراءة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.